العقيد شعبان الله يرحمه اللي جاب الصحافة قبل أيام. بدأت هذه القضية عندما صرح رئيس الشارق شادي بن جديد وصرح واعترف بأن مقتل شعباني كان خطأ كبير وأنه وكان هو عضو من أعضاء المحكمة لكن لم يكن هو رئيس المحكمة. المحكمة كان فيها 4 أعضاء إضافة إلى الرئيس، واعتبر أن قتله يتحمل مسؤوليته الرئيس آنذاك رئيس أحمد بن بلة. بعض الناس ردوا على الشاذلي وقالوا لا، أن في الحقيقة مقتله ما هوش هو أحمد بن بلة أو مش محمد بن بلة لوحده، وإنما معاه الرئيس اللي خلفه فيما بعد اللي هو هواري بومدير. قضية ترجعنا لقضايا الاغتيالات، تفتح ملف من الملفات المؤلمة جدا لعاشها الجزائريين، عاشها الجزائريون آنذاك، واللي استمرت كواحدة من أساليب إدارة السلطة وإدارة النظام في الجزائر، وهي إدارة السلطة بالاغتيالات السياسية. اغتيالات شهيرة، بين الاغتيالات الشهيرة وأول هذه الاغتيالات أو على الأقل أشهرها كانت اغتيال المجاهد الكبير عبان رمضان رحمة الله عليه. عبان رمضان كان الناس اللي يختلفوا معه ويعتبروا أنه كان إذا شئنا بين قوسين علماني، لكن هل هذا كان يعطيهم الحق باش يقتلوها؟ أيضا كان بعض الناس اللي يختلفوا مع شعباني رحمة الله عليه ويقولوا أنه كان يدعو إلى العروبة والإسلام، وبالتالي هل يؤدي ذلك إلى مقتله رحمة الله عليه؟ مهما اختلفنا من الأفكار فإن الاغتيالات هي أبشع طرق وصورة نحل بها الخلافات. الناس من حقها أن تكون لها آراءها وموقفها، والخلاف والاختلاف قد يكون في كثير من الأحيان رحمة، وإذا لم يكن رحمة فهو طبيعة إنسانية، ولا بد الناس تعرف كيفاش تدير هذه الخلافات. إذا عودة لهذا الموضوع، وجدنا إذا الناس الشاذلي يتهم الرئيس بن بلة ويقول أنه هو المسؤول عن مقتله، عن مقتل شعباني اللي ما يعرفوش كان من مواليد أموش، أعتقد قرية تسمى أموش في منطقة بسكرة، ومن سنة ولد سنة 1934. وشعباني موجود كثير من المعلومات عليه في موقع رائع، راح نعمل له رابط مع هذا الحديث من أروع الروابط من أربع الواقع اللي شفته تحدث واللي فيه كثير من المعلومات عن الشعباني. إذا اختصارا مواليد 1934، وكان شعباني من أصغر عقيد، يقال أنه كان أصغر عقيد في التاريخ الحديث، أنه عندما كان عقيد أعتقد أنه كان عمره 52 سنة 56، وأنه أو 55 حتى، وأنه العقيد شعباني لعب دور بارز في الثورة الجزائرية، ولعب دور بارز وكان يقود المنطقة السادسة، منطقة الصحراء. العقيد شعباني كان معروف عليه أنه مثقف، هناك موضوع كاتبه بيده ونشرته إحدى الجرائد، أيضا راح نوضع له رابط لمن أراد أن يقرأ الموضوع، وهو يتكلم فيه عن مهزلة المهازل، ويحذر فيه جنرال ديغول في سنة 1960 من أنه لن يستطيع أن يفصل الصحراء الجزائرية عن الجزائر، وأن الجزائر كتلة واحدة، وأن الثورة الجزائرية ستقاتل من أجل ذلك، وأن المشروع سيفشل، وبكتابة راقية وبأسلوب راقي، وينم على أن الرجل كان له فكر واضح وكانت له آراء واضحة وكان معروف عليه كثير. مش راح نتكلم عليه كثير لأن ربما ساعات الحديث على شعباني لن تكفينا، لكن راح نتكلم على مجموعة من النقاط بسرعة. من بين هذه النقاط هو أنه كيف أنه هذا الشاب الاستراتيجي العسكري الرائع المحرر من كبار الثوار الجزائريين يتم إعدامه في وردين في أوت 1964 بعد محاكمة سورية تمت في بضع ساعات، واتهم آنذاك من أنه كان ضد الوحدة الوطنية وكان يريد أن يفصل الصحراء إلى آخره، وهي اتهامات تضح الآن من كثير من اللي أدلوا بشهاداتهم. هناك شهادات كثيرة موجودة داخل هذا الموقع كما ذكرت، وسنعمل له لينك. اتهم آنذاك أنه من سخريات القدم أنه اتهم من أنه يريد أن يفصل الصحراء، ونتيجة لهذا الاتهام تم إذن بعد ما كان طبعا كان العقيد شعباني وكان يراد إلقاء القبض عليه، فهرب إلى المنطقة نتاعه واستطاع أنه بسرعة ينظم قواته، وأنه هذه قواته تدخل في صراع مسلح
مع قوات رئيس من بلع انذاك، معاه وزير الدفاع هو ريكوماندير. لكن وبدون دخول في التفاصيل، لما القي عليه القبض ولما تم تحويله الى منطقه وهران وتم تعيين اعضاء المحكمه من طرف وزير الدفاع، ورئيس المحكمه عين من طرف الرئيس بن بلة، وتم في بضع ساعات التقرير وحكم عليه بالاعدام. قبل ان يتم حكم عليه بالاعدام، يدخل الاخبار او شهادات انه كان هناك كانوا محضرين المجموعه اللي تطلق عليه الرصاص، بمعنى ان قرار الاعدام كان موجود حتى قبل ان تكون المحكمه هناك. واللي كان، وهذه هي من بين الاشياء البائسه وبين الاشياء اللي ربما تحدثنا عليها كثير وانا كنت اشرت لها وكان كثير اللي كانوا اشاروا لها، هو دور ما يسمى بضباط فرنسا في اختراق الثوره الجزائريه، ثم في اختراق الدوله الجزائريه، ثم في السيطره على النظام السياسي للجزائر ابتداء خاصه من 92. ولكن اختراقهم للدوله الجزائريه بدا منذ 62. اللي قام لما القوا عليه القبض، اللي تكلف بنقله من مدينه بوسعاده اين تم اعتقاله الى مدينه الجلفه، هو واحد من ضباط اللي كانوا داخل ضباط الجيش الفرنسي، واللي معروف بجرائمه ضد الشعب الجزائري، ولكن معروف ايضا انه قاد الدرك الوطني من سنه 92 من سنه 82 62 الى سنه او 63 الى سنه 89 79 عفوا، وهو احمد بن شريف، عقيد احمد بن شريف، رئيس الدرك الوطني او رئيس لا جوندارمري ناسيونال. هذا الضابط السابق في الجيش الفرنسي اذا يستلم العقيد شعباني، والعقيد شعباني يروي القصه لما اعطوا له ساعتين انه بعد ما حكموا عليه طلب منهم انه يعطوا له وقت بسيط يزور فيه واحد من اصدقائه في الزنزانه، يقول انه حتى ما سمحولوش انه يصلي وعدموه بدون صلاه، ولكن اعطوا له فرصه باش يتحدث بسرعه مع زميل له او احد مساعديه، وقال له انه لما القي عليه القبض تم وضعي مينوتي ومربوط اليدين من وراء وابلا فونتر، تم وضعه في داخل لوندر فير، ووضع كذلك. ولكن بن شريف كان موجود داخل الاندي اس، في ذاك الوقت كانت سياره الدي اس هي من السيارات الفخمه كما الان نقولوا هامر، ولا كما نقولوا كادياك، ولا نقولوا مرسيدس، ولا وكان داخل سياره دوشيان بيرجي كلبين داخل السياره في المقعد الخلفي، وفي المقعد الامامي يوجد احمد بن شريف وزعيم زعماء الثوره وقائد من قوات الثوره، واحد كبار رجال الثوره كان موجود مرمي مربوط اليدين على بطنه داخل لوندر فير. ويذكر العقيد شعبان الله يرحمه في القصة هذه اللي رويت، يذكر أنه يذكر العقيد شعباني أنه لما وصل إلى منطقة الجلفة، أنه اللي قدم له القهوة تكلم معاه وقال له أنا جندي فرنساوي، وأنه ورمى عليه القهوة على وجهه، أو قال له أنه كان جندي عند فرنسا ورمى القهوة على وجهه، قال له اللي يكره ضباط وجنود فرنسا راح يكون مصيره وهكذا. هذه رواية رواها شعباني، وجات في إحدى الشهادات لواحد من اللي كانوا معاه. الشهادات هذه موجودة، احنا عملنا لها رابط لمن أراد أن يطلع عليها، ونشرتها بعض الصحف الصادرة في الجزائر. المحزن جدا أنه العقيد شعباني تمت محاكمته. طاهر زبيري كان تكلم على هذا في شهادة قدمها قبل فترة، ولكن أيضا كبار أو اللي كانوا معتقلين مع العقيد شعباني قالوا أنه اللي حكموه حكمته فرنسا، وأن العقيد شعباني قال لهم اليوم حكمتني فرنسا واليوم أعطت أوامرها باش يتم إعدامي. بغض النظر عن دور اللي لعبه هواري بومدين في هذه القضيه، هواري بومدين طبعا يتبرا رحمه الله عليه، على كل حال يتبرا من هذا الموضوع. وفي حوار كان اجراه مع صحفي مصري اعتقد انه اسمه لطفي الخولي، يقول له باللي يقتل شعباني هو بن بلة.
وبنبلى في روحه يتبرى من هذه القضية ويقول أنه من نحن مذكرين أنه كان زار أم شعباني وقال لها أنه لم يكن له أي دور في مقتل شعباني وأنه يتبرأ من دم شعباني. اعتقادي أن هذا دور المؤرخين راح يقومون به وراح ربما يقدمون الصورة، لكن الانطباع الأول أنه كلا الرجلين وهما بالتأكيد كي أحمد بن بلة كي هواري بومدين كان لهم دور كبير في الثورة الجزائرية، وكان لهم لكن أيضا كان لهم دور كبير في الدمار اللي عرفته الجزائر بعد الاستقلال، خاصة وعلى الصراع في السلطة، على الأقل كان هناك صراع في السلطة. ونعرفوا كيفاش أنه جيش الحدود كان خاض حرب ضد المجاهدين في الداخل وضد ولايات الداخل، وكان قتل 2000 جزائري أغلبهم غالبية العظمى من المجاهدين ومن مجاهدي الداخل. كيف أن جيش الحدود كان سحب وكان زحف على الجزائر قادما من غار ديماو ومن وجدة باش يسحب على السلطة، ومن بين اللي كانوا موجودين أنا ذاك هوري بن مدين، ولكن أيضا كان موجود معاه عبد العزيز بوتفليقة وكان موجود معاه آخرين في جيش الحدود. نعرف أن جيش الحدود ما كانش لعب دور كبير داخل الثورة الجزائرية، ولكن كان عرف أن أبو مدين كان له دور داخل الثورة الجزائرية بكل تأكيد، لكن جيش الحدود كان دوره ضعيف بالمقارنة مع جيش الداخل. ومع ذلك جيش الحدود سحف على الجزائر وأخذ السلطة عنوة ودار انقلاب، وكان أول انقلاب في تاريخ الجزائر كان انقلاب على الحكومة المؤقتة اللي كان يقودها آنذاك المرحوم يوسف بن خدة. هذا الفصل مؤلم من حياة الجزائر لابد من أن تكتب كل تفاصيله، لكن قعدنا فترة طويلة ونحن يعطونا التاريخ الرسمي وهو مليء بالأكاذيب ومليء بالأخطاء ومليء بالبطولات الزائفة، وكما هو قصر في حق رجال عظماء من أمثال عبان رمضان ومن أمثال كريم بن قاسم ومن أمثال خيذر ومن أمثال بوضياف ومن أمثال شعباني ومن أمثال أيت أحمد ومن أمثال آخرين اللي كانوا لعبوا دور كبير في الثورة الجزائرية. نقل عن العربي بن مهيدي أيضا آنذاك أنه كان لما كان راح يعدم ولما كان أنه كان أخشى ما يخشاه هو الصراع اللي راح يحدث على السلطة، وللأسف حدث هذا الصراع. طبعا هناك قضية إذا زحف جيش الحدود، وهذه قضية ربما يكون عندي وقت نتكلم عليها على الأقل من المصادر اللي أعتقد أنها، أنا قريت كثير في هذا الموضوع وهناك مصادر تاريخية ممكن أن نخرج ببعض الخلاصات لما نقرأ لكل الآراء. إذا قضية الشيء اللي حدث ضد الحكومة المؤقتة في صيف 62 ما بين خاصة جوان وسبتمبر 62، وهناك أيضا قضية مقتل آلاف من الجزائريين آنذاك، كانوا كثير منهم حركة وعملاء، ولكن كانوا أيضا فيهم بعض كان فيهم كثير من الأبرياء اللي تم إعدامهم نتيجة الصراعات اللي كانت موجودة، وقتل إذن في آنذاك أكثر من 2000 من كبار مجاهدي الثورة. ثم نعرف أن هذاك مستمر الصراع على السلطة، وكان هناك الخلافات اللي كانت مقامة الولاية الثانية والثالثة، وكيفاش أنه أيت أحمد اضطر أنه مرة أخرى يحمل السلاح، ودخلنا في صراع أيضا آنذاك ما بين الولاية الثانية والثالثة والحكومة الانقلابية اللي سيطرت على الوضع برئاسة بن بلة. ثم إذا الفصل يمتد وين العقيد شعباني يحمل السلاح مرة أخرى ضد الحكومة اللي كان يرأسها بن بلة وكان يدعمها بومدين وآخرين. ثم قضية إذن إلقاء القبض على شعباني واعتقاله وإعدامه بطريقة بائسة، واللي القوا عليه القبض كانوا ضباط داخل الجيش الفرنسي، وكان هو من بين الأشياء اللي كان يحتج عليها بشدة أو قيل أنها قتلته، قيل أمرين قتلوه. الأمر الأول أنه كان ضد تواجد ضباط الجيش الفرنسي داخل مراكز حساسة الدولة الجزائرية، وكان يقول أنه لابد أن لا تعطى لهم أكثر من وظائف تقنية. والأمر الثاني كان دعوته أن تكون الجزائر عربية مسلمة بدون تفريط في أصولها الأمازيغية ولكن في انتمائها الحضاري العربي الإسلامي.
كما قلت يتفق الناس أو يختلفوا مع هذا الطرح، ما كان يجب أن يغتال أحد عظماء الثورة بهذه الطريقة، مثل ما كان يجب أن يغتال عبان الرمان بكل تأكيد. والكثير يقولوا أنه كان يدعو إلى العلمانية، إذن الأفكار لا تقتل الناس على الأفكار، وخاصة لما يكونوا مجاهدين وثوار بمقاييس عبان الرمان وبمقاييس شعباني وبمقاييس آخرين كثير تم اغتيالها. قضية شعباني لابد أعتقد أن المؤرخين الجزائريين يطرقوا لها وبكل موضوعية، ويحدثون على هذا الرجل العظيم اللي كان له كان واحد من كبار الاستراتيجيين في الثورة الجزائرية، واللي النظام الرسمي الجزائري منذ 64 منذ اغتياله منذ إعدامه وضع عليه تغطية كاملة، غطى الأمر تماما، بل كل ما ذكر كان يذكره بالخيانة. والكثير من الجيش شباب الجزائر وابناء الجزائر وحتى المتعلمين منها ما يعرفوش عليه كثير. قضية شعباني تطرح مرة أخرى إذا قضية كيف تم الاستيلاء على السلطة في الجزائر، كيف كان الاستيلاء يتم بالقوة، كيف كانت الاغتيالات. هذا لا يعني، عندما أتحدث عن هذا الموضوع وليكن هذا واضح، هذا لا يعني مس بالثورة الجزائرية. الثورة الجزائرية كانت من أكبر ثورات في القرن العشرين. الثورة الجزائرية هي من أقدس الأشياء اللي نمن بها ومن أقدس القضايا اللي نمن بها. والثورة الجزائرية كانت قضية جهاد شعب مظلوم مطحون مقهور ضد قوة استبدادية، ضد قوة إرهابية، ضد قوة إجرامية دمرت الشخصية الجزائرية، دمرت تاريخ الجزائري، دمرت الوطن الجزائري، دمرت الدولة الجزائرية اللي كانت آنذاك الاستعمار الفرنسي. إذا ليكن هذا واضح، وإنما هناك نقد، ولا بد أن يكون هناك نقد موضوعي تلك الفترة، ونقد موضوعي لعمل الرجال مهما كانوا ومهما كانت أهميتهم ومهما كان ثوريتهم ومهما كانت قوتهم ومهما كان. لابد أن نتعلم دروس التاريخ، لأننا اللي صرف 92 والانقلاب اللي حدث 92 وما دفعته الجزائر أكثر من 200 ألف قتيل ودمار هائل كان سببه ويعود لمشاكل 62 اللي ما لم تحل بطريقة عقلانية، لم تحل بطريقة مبدئية، لم تحرب على طريقة عادلة أو بطريقة منصفة، أدت بنا إلى هذه المأساة الحقيقية اللي عرفناها فيما بعد، وأدت تراكماتها، وأدت حب السلطة، وأدى استقدام ضباط فرنسا ووضعهم في مراكز مهمة، ثم استيلاء ضباط فرنسا على الدولة الجزائرية سنة 92. إذن هذه قضايا خطيرة، هذه ملفات خطيرة، لابد من أن يكون هناك من يتحدث عنها بكل إنصاف بكل موضوعية، ويقولنا من فعل ماذا بمن ولماذا وكيف تمت هذه الأحداث، وكيفاش أهم شيء نتعلم الدروس في المستقبل عندما ينتهي هذا النظام الإجرامي، عندما تنتهي هذه العصابة الإجرامية، أنه ما تصارش الجزائر وما تقتلش الجزائر عن طريق تصفيات الجسدية. ما يقتلش وضياف وما يقتلش خيبر وما يقتلش كريم بالقاسم وما يقتلش الخميستي وما يقتلش عبد رمضان وما يقتل الشعباني وغيرهم كثيرين من نعرف ومن لا نعرف من عظماء اللي انجزوا الجزائر، ما يقتلوش من اجل السلطه ومن اجل الخلاف على السلطه ومن اجل الخلاف على المراكز ومن اجل الخلاف. لابد ان تعرف الجزائر والجزائريين في المستقبل كيفاش يصنعوا اليات لحل الخلافات، كيفاش يكون هناك مؤسسات حقيقيه، كيفاش لا يكون هناك استبداد، كيفاش لا يكون هناك سيطره من طرف اشخاص او من طرف ناس يحبوا السلطة على البلد وعلى الدولة وعلى الوطن، وأن يدفع الوطن ضريبة غالية وأن يدفع الشعب ضريبة غالية نتيجة لطموحات غير طبيعية وطموحات بل أطماع غير طبيعية لبعض الأشخاص من أجل أن يكونوا في السلطة. تحياتي لكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله.